بدعوة من وزارة السياحة والآثار، زار أسقف مدينة لورد الفرنسية المطران نيكولا بغوي المملكة من 17 وحتى 22 من أيلول الحالي، والتقى عدداً من المسؤولين الرسميين ورؤساء الكنائس في الأردن، بالإضافة لزيارته عدداً من مواقع الحج المسيحي. وخلال برنامج الزيارة التقى سيادته عدداً من العاملين في مجال السياحة الدينية في الأردن، منوهاً سيادته خلال اللقاء لعدد من الأمور التي تدعم السياحة المحلية، كما تبادل معهم أهمية مرافقة الحجاج خلال زيارة الأماكن المقدسة ودور المرشد السياحي في هذا الشأن، مقدماً خبرته كأسقف لمدينة لورد والتي تعتبر أكبر مقصد للسياحة الدينية على مستوى العالم، ويزورها سنوياً حوالي 6 ملايين حاج. كما قام المطران نيكولا بغوي بالحج إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، والتقى بمدير هيئة موقع المغطس بالوكالة المهندس رستم مكيجيان، الذي قدم له وللوفد المرافق شرحاً حول المكان وقدسيته والاكتشافات الأثرية فيه، كما منح سيادته من أمام نهر الأردن سر المعمودية المقدسة لأحد أبناء الرعية بمعاونة عدد من الآباء الكهنة.